سهر الليالي مباشرة الليلة مع الفنانة المصرية حنان اللي قدمت 3 ألبومات لاقت بهم شهرة واسعة جدا وبدأت بعدها الآفاق العالمية تفتح أمامها. قدمت حفلات وجولات غنائية في فرنسا، بريطانيا، أمريكا والبلاد العربية يعني مرات كثيرة. تعاونت مع الفنان حميد الشاعري في ألبوم البسمة، واستمر زاد تعاون بيناتهم في ألبومات رايقة وتستاهل وبحبك، ويعني قام حميد الشاعري بالتوزيع الموسيقي الكامل للألبومات هذه ولحن الكثير من أغانيها. كان مقرر أن تكون المطربة هذه مطربة عالمية للبوب، وكانت زادة أحدى أشهر مطرباته، حيث حصلت على جائزة أفضل مطربة في العالم العربي من فرنسا لهذا النموذج الغنائي المطور. وسعت زادة لها شركة المطرب مايكل جاكسون لتحترف غناء البوب ضمن شركته، وتقيم وقتها يعني بصفة نهائية في أمريكا. ومن بعد هذا زادة في 1997 إلى حدود هذا الوقت أين هي المطربة حنان؟ الليلة مباشرة معنا في سهر الليالي. حنان، مساء النور. مساء الخير أستاذ ماجد. أهلا أهلا وسهلا، وسهلا. شنو أحوالك؟ تمام، أنا مش قادرة أوصف لك فرحتي إن أنا هطل على الشعب التونسي اللي نفسي من زمان أروحه، يعني أروح نفسي أروح البلد دي، إن شاء الله. فيكفيني شرف يعيشك، الله ينورك يعني سهرة خفيفة. ينورك يا لله، إن شاء الله الله السهرة تكون يخليك. خفيفة بطلتك بنسمع أخبارك. يعني أنا ذكرت يعني تقريبا 1997 و99 و99 بعدها، أنا يعني اعتزلت 99. بعدتي على الناس، بعدتي على الجمهور، بعدتي على العالم، لكن ما بعدتيش على الفن. لا يعني لأن أصدقائي كلهم فنانين وزوجي في الوقت ده كان منتج، فأنا ما يعني لا ما بعدتش إلى الآن، يعني أنا كل مع كل أصحابي فنانين. خلنا نرجع شوية ل99. شنو هو اللي صار تحديدا؟ يعني هل القرار اللي خذيتيه يعني برويه، كيف جاء هذا القرار انك تبتعدي عن المجال الفني طيلة هذه السنوات؟ بس هقول لحضرتك حاجة، هو ساعات بيصيب الفنان كده بعض الأوقات من الإحباط أو من اللي هو أنا وصل لي الإحساس ده، كانت سنة 98 وما كنتش عارفة أقدم إيه، وكان في الوقت ده تغيير المزيكا من حال لحال، ولو حضرتك سمعت الأغاني بتاعتي كلها يعني مش اللي اشتهر بس، هتلاقي أنا أكتر مطربة في الوقت ده كنت بنوع جدا، يعني في أغاني فيها كمانجات كتير سلو بس، في أغاني بالبيانو بس، في أغاني، فكنت بحاول إن أنا ما أعملش رتم واحد وشكل واحد بس. يعني اللي نجح منها قوي كانت الأغاني الفاست، الشمس الجريئة، البسمة رايقة، يعني دي الأغاني اللي كانت كاتشي قوي مع الناس وعملت. لكن اللي تابعوني بقى عارفين كل أغنية، زي كنا زمان ساكنين هنا في الشارع ده، مدرستي، غريبة إنك تنساني، يعني في أغاني سلو كتير حلوة وكان ليها توزيع مختلف. في الوقت ده أنا قررت أبعد سنة، يعني أخد راحة من كل حاجة لأن أنا مش عارفة أنا ممكن أقدم إيه جديد. فخلال السنة دي أنا عندي ولد وبنت، الله يفضلهم والله يخليها. الله يخليك. الولد بعيد عن يعني الفرق ما بينه وبين بنتي 9 سنين. هشام جبته في بداية حياتي الفنية، كنت لسه صغيرة خالص. أميرة بعد 9 سنين، فكانت الفكرة إن أميرة كانت عندها في الوقت ده 4 سنين، وكانت بتقول كلام غريب، أنا بشوفش مامي، أنا دايما مع الدادة أنا، فالحاجات دي تأثرت بيها قوي. فحقيقي في يوم وليلة أنا قررت إن أنا على الأقل هقعد 3 4 سنين عشان بنتي، يعني حسيت إن مش هيبقى ينفع خالص إن أنا وبتنام في مواعيد وبتقوم في مواعيد وبشوفها في مواعيد قليلة، وكانت لسه 4 سنين يعني لسه داخلة الحضانة يعني. نعم، فاخدت القرار ده وحقيقي أنا ما ندمتش عليه، يمكن زعلت إن أنا بعدت عن الفن. بعد كده حصل انفصال ما بيني وبين زوجي المنتج، وتزوجت من دكتور عظام فعايش في ألمانيا، نعم، ورحت انتقلت إلى ألمانيا. فالحياة خدتني بسرعة انتقال من كل حاجة، يعني من حياة فنية لبلدي لكله، رحت ألمانيا وعشت هناك، وبنتي كانت معايا ودرست هناك، والنهاردة طبيبة ما شاء الله دكتورة.
اي دكتورة. ما شاء الله، الحمد لله، الله يخليك، يعطيك الصحة. يعني السنين توالت ورا بعض، من 3 ده سنين حقيقي. طوالت المدة اللي بعدها. ممكن انت استحليت هيك الفترة هذه بعد 3 سنوات طوالت بعد المدة؟ هل انه ممكن العودة كانت صعيبة شوية عليك؟ والله يا استاذ ماجد، هو القصه مش كده. هو جوزي، انا جوزي توفى من 5 سنين، الله يرحمه. اللي هو الدكتور حسن. بعد ما توفى، المانيا بالنسبه لي بقت سخيفه جدا، ممله جدا، ما عنديش حاجه، مش هقدر اقعد، يعني ما كنتش هقدر اكمل واقعد لوحدي. فقررت ان انا ارجع مصر، ما ابقى ما بين مصر والمانيا، مش هقدر اقعد هنا كتير، مش هقدر اقعد هنا كتير. شوية شوية بقيت لقيت كل الناس هنا محتضناني جدا، وارجعي واعملي بس ان كان، يعني انا الرجوع مش في دماغي قوي حقيقي، لان انا عشان ارجع يعني مش عندي شروط ولا حاجة لا سمح الله ولا اي حاجة، بس انا شايفة ان في كتير جدا اصوات هايلة واصوات جميلة وامكانيات احسن كتير كمان من على ايامنا، ومع ذلك المجال مش بيسيع الكل، يعني زي ما بيقولوا المجال بقى قاسي وبقى شاق. وانا يعني خدت على حياة الهدوء، اللي انت عارف حضرتك الالمان هاديين جدا وباردين جدا، يعني ما عندوش اي مشاكل ان انت تعمل حاجة في 2 سنين، في 4، في 10، ايه المشكلة؟ ما انت قاعد يعني. اتعودتي عليهم على فما مش طباعهم. مش عايزة اقول لا، ما مش هيبقى صعب، لكن الى حد كبير اتعلمت يعني التأني، تأني في كل حاجة، لأن أنت لو حابب حاجة اعملها بإخلاص قوي، وقت ما تطلع أنت موجود، ممكن بعدين وبس. اشترك فيها ناس كتير، يعني ما أنت شاء عارف الله. اللي بيضحك فيها حكيم وحميد وعلاء وإيهاب، يعني هم اللي عاملين الضحك الأولانية على فكرة. اها، المجموعة كاملة يعني، يعطيهم الصحة. الغنية ما زالت عايشة إلى وقتنا هذا يا حنان. والله أتمنى، يا ريت يعني، والله ما زلنا نسمعها، وما زلنا إن شاء الله الحمد لله. مثلها، مثل أغنية رايقة ومثل زي زمان، والأغنية الأولى البسمة ابتسمت شفافة. يعني الأغاني هذوما رهنت عليهم، ممكن كانت موضة وقتها. وأنا نتذكر أيضا الفيديو كليب كانت في بدايته، يعني الفيديو كليبات وقتها ما زالوا في ده أولهم. حقيقي، ده حقيقي. أنا لما عملت أغنية اضحك، كان معايا الله يرحمه علاء ولي الدين، الله يرحمه. وكانت إخراج عادل عوض ابن الفنان محمد عوض، ووقتها يعني كلفناها 25,000، قالوا لي ده مبلغ كبير جدا، يعني انت خيالي ازاي خيالي في تجازفي، وقتها. ازاي تجازفي وتعملي حاجة زي كده؟ قلت لهم يعني يعني خلينا نجرب، وكانت فكرة حلوة يعني، الحمد لله. وجاتك من بعدها عروض حتى للشركات العالمية. أنا في تقديمي في الأول أنه شركة أيضا في أمريكا وغيرها من الشركات اللي حبوا أنك تكوني مستقرة في أمريكا. بس حضرتك، انا كنت في يوم كان مره عندي حفله في امريكا، وكان بالصدفه في ناس من شركه كانت بتعمل تينا تارنر ومايكل جاكسون، كانوا محد صديقنا دكتور عازم الناس دي، فهم لما شافوني كان اول مره يعرفوا ان في حد في الشرق الاوسط بيغني بالطريقه دي وبيتحرك وراه، يعني مع الاسف كانوا واخدين فكره تانية خالص. فاعجبوا بيا وكلموا، انا كنت فاكره في الموضوع الاول يعني هزار، يعني مش جادين. بعدين فوجئت ان هم جم في مصر تقريبا كان 18 شخص عشان يتفقوا معايا ويقولوا لي هنعمل ايه وهتكوني ايه، وهناخدك كده زي ما انتي، وانسي خالص ان انتي كنتي في مصر، وانسي كل التاريخ الفني اللي انتي عملتيه، انت هتبداي من اول وجديد، شخصيه تانية، حاجه تانية خالص، احنا معجبين بيكي. طبعا كنت فرحانه بشكل يعني مش بنام الليل مثلا، وانا عمر الشريف رقم 2 وكده. وبعدين يعني والدتي الله يرحمها كانت الله رافضة يرحمه. الموضوع تماما اها، بدون تماما، نقاش. وكانت اي بدون نقاش، يعني انتي ما تروحيش امريكا وتسيبينا، ويعني الكلام ده مش هينفع. فيعني سبحان الله ما حصلش نصيب، بس انا مبسوطة ان ده ما حصلش نصيب عشان هي تكون مبسوطة يعني. اها، ممتاز. انت مشيتي لامريكا وما جيتيش على تونس، اللي خطوة يعني بيننا وبينكم خطوة. نفسي والله، انا عايزة اقول لحضرتك انا بحب الشعب التونسي، لان انا 3 ارباع اصدقائي توانسه، اولا دمهم خفيف جدا، بخوا حاجات حلوه جدا جدا، وانا بحب التوانسه، عندك وليا في صديقتك مصر جيهان؟ اصدقاء. جيهان تونسية. عندي صديقتي جيان، دي تونسيه في المانيا، كنا مع بعض اول ما دخلنا الشيله، اللي احنا لازم نتعلم الماني بقى عشان ناخد الاقامه واخد طبعا. الجنسيه والكلام ده كله، فكان لازم ادخل، طبعا الالماني لغه سخيفه جدا، فكنا طول الوقت بنهرج، يعني طول الوقت جيان دي كنت اقول لها قومي من جنبي عشان انا مش هعرف اكمل، يعني مش فاهمه هنهرج طول الوقت.
فانا لا بحب جدا التوانسه وبحب اسلوبهم، بحس ان هم يعني مصريين قوي، يعني احنا زي بعض تقريبا. فما قرابة كبيرة كبيرة برشا. فكان نفسي اروح حقيقي، وكان كم مره قبل ما اعتزل الفن كانت يجي لي حد في البيت على اساس ان احنا خلاص هروح تونس، وكان بيحصل ظروف ما يعني ما حصليش نصيب، لكن يعني الحمد لله ان اللي في القلب في القلب، يعني انا بحبهم قوي الحمد لله، واتمنى اروح هذا تونس. المهم إن على شاء الله. فكره، على فكره كتير جدا من الالمان بيحبوا تونس، الله يعني الله، انا ما عندنا بعرف توريس بجد. سواح ده يعني. حقيقي، ده حقيقي، يعني دايما يقولوا لي تونس بلد جميله وصغيره كده وحلوه، كلها حلوه يعني، وإن فدي شاء الله شهاده انا بفرح بيها كمان، يعني انا بفرح بيها، يعني الله بلد يخليكي، عربي، يعني بلد عربي من عندنا يعني. والله يعطيك الصحة وأنت رايقة الليلة يعني، يلزمها والله يلزمها تروح. بتفكرني بال يعني بترجع قدامي كده ايام حلوه قوي يعني. محليه ومحليه نبرة الصوت والخامة الصوتية الله اللي عندك يكرمك، يعني، فعلا ميرسي والله إن شاء الله ربي يخلينا هالصوت أهم حاجة. يا ربي يخليك، ميرسي ميرسي عايشك يا ذوقك حنان، حلو. الله ينورك. يعني تغيرت الموجات الفنية من وقتها، من التسعينات حتى للألفين، للتوا الوقت هذايا شفتي ألوان مش لون، ألوان غنائية يعني متعدة. وبما أنك تتابعي في الساحة الفنية ماكش بعيدة، موجودة بما أنه أصدقائك، وبما أنك أيضا مطلعة على مختلف وسائل الإعلام، أيضا وسائل التواصل الاجتماعي اللي تشوف شنو هو ينزل شنو هو موجود لهنا، هل أنه الساحة الفنية الحالية تخوف أم أنه عادي جدا، أمر طبيعي أنها تتطور الأمور بهذا الشكل حنان؟ بس خلينا صراحة، هو هي بتتطور بشكل يعني قوي، يعني أنا في عايشة بره وفي أوروبا الأمور بتتطور طبعا، وكل يوم في، بس مش بالشكل السريع اللي بتتطور زيه عندنا في بلادنا، يعني في بلادنا العربية عموما. يعني نعم، طبعا أنا أتكلم عن مصر، لأن مصر هي يعني زي ما هوليود يقولوا هوليود هوليود الشرق العرب. يعني، فده حقيقي. طبعا لكن التطور مش مدروس يعني، يعني في ناس بتعمل حاجات حلوه جدا، مع بس من الزحمه هي مش باينه، مش باينه، الزحمه جامده جدا والزحمه مش باينه. كمان طريقه الاعلان عن الاغاني او بقت بطرق محدوده، يا اما هتشوفه على اليوتيوب، يا اما هتشوفه على قنوات الاغاني اللي هي يعني موجوده. مش كل اللي بيشوف، ممكن بيشوف شباب، بيشوف اكتر الناس اللي بتشوف الشباب، مش الناس الكبار او مش الناس اللي عندها شغل او فانت حصرت المطربين كلها او الفنانين في جزئية اللي بيشوف اليوتيوب او اللي بيشوف الاغاني، فانما الباقي بيسمعها بعينك كده، بتيجي مرة في الراديو، بتيجي مرة في حاجة، بس غير كده لا. فطبعا انت حصرتهم كلهم في مكان، الناس ما بقتش، الناس بتسمع اللي شبه بعضه، فما بقتش عارفة تفرق مين الكويس من الوحش. بلس بقى ان دخل اشكال جديدة جدا، وهي اغاني المهرجانات دي طبعا شوهت أها. الصورة بقدر كبير جدا جدا، ومش عارف تحكمها، لان ومش هتقدر تحكمها الا بطرق معينة قوي، لان النهارده ما تقدرش تحكم حد يعمل قناة جديدة ولا يعمل ولا ينزل على السوشيال ميديا اي حاجة. فالموضوع اصبح يعني زي ما اقول ايه، غير محكوم، نعم. فتوه ناس كتير وضيع يعني اللي يعني النجم الكبير قادر ومستمر، لكن انا واثقه انه بيتعب كتير جدا يعني يعني حتى يوصل وحتى يحافظ على وجوده. حتى يوصل. فهو اكيد اكيد انا حاسه بيه، حاسه ان هو في حرب دائمه عشان يفضل بس على مكانته، لان كمان المشكله ان انت الاغنيه ما بتعيش كتير، يعني دي كارثة ان انت تسمع الاغنية وخلاص بقى شهرين وخلصت. يعني فدي هذه ممكن تحكي على نوعية الأغاني التجارية البحتة. مش بس نوعية الاغاني التجارية، المستمع نفسه، أها. المستمع بقى مستهلك، المستمع بقى استهلاكي، مش بتذوق، في استهلاكي في كل شيء، يعني استهلاكي في كافة شيء، اي احنا مجتمع استهلاكي. استهلاكي يعني مش زي زمان. يلا اسمعها معايا. الله على هذا الصوت يا حنان. الله يسلمك يا رب يخليك. على فكرة الأغنيتين دول لحن الأستاذ إبراهيم فهمي اللي ربنا يمسيه بالخير يعني، طبعا تحياتنا ليه، وتوزيع حميد. تحياتنا ليهم الكل طبعا، المجموعة والكرو والفريق اللي يتعامل معاك في مختلف الألبومات والأغاني. يعني لهنا ديما أنا نركز على الصوت،
الصوت يعني يلعب دور مهم جدا. انت من الفنانات القليلات جدا ممكن اللي ما تعتمدش برشا على المظهر، اكثر بتحبي تبقي عاديه ممكن هكا، وهذايا ممكن يعني تحاربتي عليه وقتها، صحيح؟ ده حقيقي. يعني أنا كنت أفضل جدا أطلع مثلا بحفلة بالجينز، أطلع غسلة شعري ما عملوش ميك اب خفيف جدا، وكنت ساعات على فكرة كتير يطلع شكلي ملخبط، لأن بعد ما يحط لي ميك اب بخش حمام امسحه، فبمسحه بأي شكل، يعني مش قادرة كل ده على وشي، يعني مش حاسة إنه صح يعني، فكان يطلع الموضوع بايظ خالص. فلكن أنا عمري ما كنت يعني، ده في المنتاليتي بتاعي، يعني ده في تفكيري، انا كنت دايما عايزه اوصل للناس ان هي بتسمع صوت مش بتشوف حاجه، يعني مش مهم من الشغفان قد ما يهمها الموضوع اللي انا بقدمه. وكمان كان عندي رغبه في اني اكون بسيطه لكل بيت بدخله، يعني اي بنت تشوفني، اي ست تشوفني تقدر تعمل زيي، ما تبقاش حاسه ان انا لابسه حاجه او عامله حاجه هي ما تقدرش يعني تقلدني فيها او تعملها وعلى فكره ده قربني كتير جدا من ناس كتير، يعني يمكن دي انا عملتها عفويه، عملتها لان انا طبعي كده، انا طبيعتي اساسا كده، يعني انا مش بتاعت مش مقفوره في اي حاجه، لا لبسي ولا مكياج. بس جيت عند قبل ما اعتزل بشويه كنت هي يعني ممثلات كبار من الكبار اللي بنعتز بيهم كلهم كانوا دي حاجات بتفضل في العمر كله، فلازم تكوني لابسه كويس، عامله كويس، حتى ميك اب حلو، عشان دي بتفضل في الاواخر. يعني كنت اهتم بحاجات بس برضو تاتش بسيط، غير كده ما اقدرش حقيقي، نعم، شنو رأيك فيهم الفنانات الحاليات يعني اللي يطلعهم على المسرح ولا لقاءاتهم التلفزيونية ولا الفيديو كليبات وإلا الصورة عامة؟ يعني تقريبا هي مغايرة تماما للرؤية أو المبدأ حنان. ما هي الدنيا كلها اتغيرت يا استاذ ماجد، يعني في العالم كله مش بس في مصر، يعني في العالم كله اللي هي بقت كده، يعني العين مهم جدا تشوف عشان تلفت النظر قبل اي حاجه، الصورة يعني بره بيعملوا قبل الصوره تلفت النظر قبل اي حاجه، بس في بعض الناس بتعمل لصوت وصوره، يعني بالامانه يعني بتبقى عندها صوت وصوره، والبعض بيعملوا يعني كنوع من عدم يعني كده بيعملوا برضه يلفت النظر، لان الساحه بقت مفتوحه. زمان كان في نقابة وفي رقابة وفي لجنة تحكيم ولجنة تقول لك انت تغني، النهاردة لا، النهاردة اي حد هيقدر يغني، اي حد يقدر يعمل اي حاجة، فالموضوع بقى ما تقدرش تحكمه بالشكل ده، فبالتالي ما تقدرش تعمله روابط. هو طبعا في روابط، يعني في حدود بس النهاردة لا، العين طبعا، العين بتشوف الاول الاول وبعدين ده. عموما حتى انا لما عملت لقاء مع الفنانة الجميلة إسعاد يونس، أنا اي طلعت زي ما أنا بدلة بسيطة جدا بسيطة حلوة. ولبسة زي ما أنا، يعني انت ممكن تشوفي وعسى أصر إن المكير يمسح المكياج اللي عليه، يا مدام مش قلت له امسح اللي أنت حاطه، مش هقدر أطلع كده. اي لانه شفتي انت تو حاليا انت اللي تقومي بيه، ولا ممكن انت الفكره اللي عندك تجي في الواجهه الثانيه فكره اخرى منعكسه تماما، ممكن على الرهانات اللي عندهم، على التنافس اللي موجود، على الصوره المطلوبه بالنسبه ليهم هما اللي يلزم تكون عليها الفنانه في الوقت هذايا الراهن. يعني صوره وصوت الاثنين في 2019 معقول جدا، لكن ديما الفنان هو صوته، رهانه هو صوته. يعني استمتعنا الليلة بصوتك، أنا حبيت يعني هالعودة هذه حنان، هل إنه فما عودة إنتاج، فما عودة للمجال الفني بشكل رسمي، شنو تحديدا؟ الله أعلم برضه، معلش أنا آسفة، أنا إيه ما فهمتش الكلمتين يعني الأخرين، يعني تقولهم مرة نعاود لك، وبعدين اي نعاود لك، هات نعاود لك بالتونسي، نعاود لك، هل انه الفترة هذية الجاية من الآن للفترات الجاية بإذن الله إن شاء الله عودة الفنانة حنان، ممكن أن نلقوا إنتاجات، فما ممكن مشاريع لأغاني معينة، أم أنه ما زلت عند رأيك؟ والله يا أستاذ ماجد أنا سايباها مفتوحة، لو لقيت حاجة جميلة أنا هفيد بيها الأول، يعني هرجع بيها بحاجة كويسة، لأن زي ما قلت حضرتك يعني أنا عملت حاجات مش كتيرة بس كانت لسه يعني موجودة. حضرتك النهاردة جبت بس الحاجات الفاست كلها، لكن في حاجات لسه كتير أوي سلو وحاجات جميلة طبعا طبعا في كتير أوي،
يعني لو حاجة مش هتبقى يعني على الأقل على المستوى ده وكل الناس حباها why not يعني، لا ليه لا ليه لا. بس أنا لسه ما فكرتش في أي حاجة من الحاجات دي بصراحة، يعني أنا لسه جاية مصر، أه صحيح بقى لي 5 سنين بروح واجي بس لسه بستكشف يعني. وبعدين ما تنساش أنا اتأثرت قوي بال يعني الحياة في ألمانيا مش سريعة، مش بالريتم السريع ده خالص، هم بتوع شغل بس لكن رتمهم بطيء في كل حاجة. نعم، عندك برشا تحية. هذا صديقنا مقيم في فرنسا لكن حاليا رجع لتونس، بولبابا، يسلم عليك. في طريقه من مطمطة للزارات، من منطقة لمنطقة، يعني حاليا يتجول في تونس، يسمع في الإذاعة. وتحية كبيرة للفنانة ميرسي، الكبيرة حنان. شكرا الله أبو يخليك لبابة. كتير، ميرسي جدا منك ولكل شكرا، الشعب يعطيك الصحة، التونسي عايشك، وألف شكر. الله ينورك. الله قاسم يخليك. يسلم عليك، طبعا من العراق، من الأصوات الجميلة التي ابتعدت عن أنا والله الساحة. كنت هعيط لما قلت لي كده يعني، بشكره جدا، ألف شكر جدا هم ليك. فما برشا برشا ميرسي، بطبيعة يحبوا يحيوك ويحبوا يسلموا عليك. من يعني عادتها، عادة الفنانة المصرية حنان، إنها تنام باكرا. هل إنه قاعدة نعم. هذه نام باكرا تصحى باكرا تصحى، وإلا فما عادات الفنانات الكبيرات انه النوم الكثير حتى يحافظوا على جمالهم؟ لا والله ما بنامش كتير، انا بنام الى اني بصحى تاني انا في نص الليلة الليل. سهرتك يعني بالعافية، يعني بالمصري سهرتك بالسيف يعني لا الليلة. انا طبعا يعني دي فرصة بالنسبة لي سعيدة ان اكون مع الشعب التونسي بجد والله. عايشة يا عايشة. هو في العادة انها 9 متاع الليل تكون نايمة. يعني ما والله ده بجد، وفي المانيا ساعات 8 وفي الشتاء ساعات 7 يعني خلاص الدنيا بتضل من بدري قوي، الناس كلها نايمة فبنام يعني. أما الليلة، الليلة تمام. طبعا عبر إذاعة تتوين، وإنك معانا في سهر الليالي، إحنا مستمتعين بصوتك، مستمتعين إن نسمع هالصوت هذايا بعد سنوات غيبة يعني طويلة، مش غيبة عام اثنين ثلاثة، غيبة سنوات طويلة. الناس اللي تسأل على أخبارك وين موجودة، بين مصر وما بين طبعا ألمانيا، وحاليا وين، ألمانيا ولا في مصر؟ لا أنا دلوقتي في مصر، أنا لسه جاية من 10 أيام بالظبط، 10 أيام، جاية من إن شاء الله 10 أيام. إقامة طيبة. وهشام الرائع يعني يعطيه ألف صحة على همزة الوصل. الله يخليك وأصدقائنا في ميرسي دار يا رب. الأوبرا، وصديقنا الدكتور الموسيقي هاني، وشكرا للمجموعة الكل اللي تعاونوا معنا حتى حنان تكون الليلة موجودة في إذاعة يا تطاوين. رب بجد بشكركم كلكم، بشكركم كلكم من قلبي، وأتمنى أشوفكم في مصر يا رب إن شاء الله. وبشكر الشعب التونسي كله وبمسي عليهم وبقول لهم عام هجري جديد علينا يا إن رب شاء إن الله شاء الله أمين. وعلى العالم العربي كله. يعيشك وبشكرك يا رب ماجد، شكر خاص يعيشك. أنا الليلة أنا كلمة، أي على أنا مش خلي لك الكلمة، ونخلي لك البصمة الخاصة الحنان الإذاعة التطاوين الليلة. طبعا. انا بشكرك جدا وبشكر اذاعه تطاوين اني عملت لي كونتاكت ما بيني وبين الشعب التونسي، لان انا نفسي اروح وان شاء الله باذن الله هروح، لاني انا سامع ان هي بلد جميله جدا وما يصحش ما اروحش. واتمنى ان اكون ضيفه خفيفه عليهم، واتمنى اللقاءات تكتر. وبشكرك شكر خاص، قد العفو. ايه انت انسان ذوق، احنا اتكلمنا قبل اللقاء، انت قد ايه انسان ذوق ومحترم، وده يعيشك. شيء يسعدني ويشرفني. وبشكر كل اللي تعاون معاك، وبتأسف لك انك ما عرفتش تلاقيني بسهولة، لكن ان شاء الله تعرف تلاقيني بسهولة. إن شاء الله و حاليا ديما إن شاء الله على تواصل دائم مع بعضنا حنان، إن شاء الله ديما الله يخليك. متميزة. ربي يعطيك الصحة، ربي يوفقك إن شاء الله في مسيرتك، وربي يخلي لك العائلة، ابنك الله يخليك. والدكتورة أيضا بنتك، يعني ما شاء الله أمين. دكتورة، إن شاء الله ربي يخليهم وربي الله يحميهم إن شاء الله، ونشوفكم يسلمك في كتير تونس. حضرتك جدا. عايش، الله ينورك يا لله، شكرا لك.